السلام عليكم طلاب الصف السادس في أكاديمية التطبيقات الذكية. تحدثنا المرة الماضية عن الأجسام الشفافة الملونة، كيف أراها بلونها، إنها تمتص كل الألوان وتمرر فقط لونها. أما الأجسام المعتمة فإنها تمتص كل الألوان وتعكس فقط لونها. الآن رح نبدأ بحل أسئلة الفصل صفحة 16. نبدأ بالسؤال الأول، تأمل الشكل الآتي ثم أجب عن الأسئلة الآتية. ألف، ما لون التفاحة التي نراها من لوح الزجاج الشفاف الأصفر؟ لماذا؟ كيف عرفت ذلك؟ أولاً خلينا نناقش مع بعض. اللون الأبيض بألوان الطيف السبعة راح تسقط على التفاحة. التفاحة هي جسم معتم، ستمتص كل الألوان وتعكس فقط لونها اللي هو اللون الأحمر. الآن بيجي اللون الأحمر بده يمر خلال لوح الزجاج الشفاف. اللوح الزجاج الشفاف الأصفر لا يمرر فقط إلا لونه، لذلك لن يمر اللون الأحمر من خلاله. بهاي الحالة لن يصل أي ضوء إلى العين، لذلك سترى العين التفاحة باللون الأسود. إذا نكتب الإجابة ألف سوداء، لأن اللوح الأصفر يمرر فقط اللون الأصفر ولا يمرر اللون الأحمر المنعكس من التفاحة، فلا يصل أي لون إلى العين. كيف عرفنا ذلك؟ من خلال التجربة. ب، عند وضع لوح زجاج شفاف أحمر بدلاً من لوح الزجاج الشفاف الأصفر، ما لون التفاح الذي نراه من خلاله؟ الآن لو بدلنا، قمنا بوضع لوح زجاج شفاف أحمر، بالتالي اللون اللي منعكس، اللون الأحمر منعكس على التفاحة، يستطيع المرور من خلال اللوح الزجاج الشفاف الأحمر فيصل للعين اللون الأحمر، لذلك ترى العين التفاحة باللون الأحمر. ننتقل للسؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة من البدائل الواردة بين القوسين فيما يأتي. ألف، الأجسام السوداء فراغ كل الألوان التي تسقط عليها. الأجسام السوداء يا السادس تمتص كل الألوان التي تسقط عليها، لكن الأجسام البيضاء تعكس كل الألوان التي تسقط عليها. نيجي لبا، سقط الضوء عن طريق لوح زجاج شفاف أخضر نحو جسم أحمر في غرفة معتمة. لاحظ ضوء أخضر، لاحظ انه الضوء سقط ضوء عن طريق لوح زجاجي شفاف اخضر، ضوء سقط على لوح زجاجي اخضر، فبالتالي راح يمتص كل الالوان ويمرر فقط اللون الاخضر. اللون الاخضر الان ذهب الى جسم احمر، الاحمر راح يمتص الاخضر ولا يوجد لون احمر لا يعكسه، فبالتالي لن يصل اي ضوء الى العين، لذلك اي لون سنرى جسم الاحمر راح نشوفه باللون الاسود. جيم، نرى البندورة حمراء لأن الضوء الأحمر لم تمتص البندورة وانعكس علينا. البندورة الحمراء تمتص كل الألوان وتعكس فقط اللون الأحمر. السؤال الثالث، فسر الآتي، تصنع واجهات أفران الغاز من الزجاج الشفاف حتى نستطيع رؤية ما بداخل الفرن، لأننا نستطيع أن نرى من خلال الأجسام الشفافة. السؤال الرابع والأخير، كيف نرى في الغرفة المضاءة باللون الأحمر الكرات الآتية الخضراء والحمراء والبيضاء؟ إذا بالغرفة عندي لون أحمر، نبدأ الآن بالكرة الخضراء. إذا سقط الضوء الأحمر على الكرة الخضراء رح تمتص اللون الأحمر، ما رح تعكس أي لون، بالتالي ما رح يوصل أي لون إلى العين، لذلك نرى الكرة الخضراء باللون الأسود. تمام، هاي بالنسبة للكرة الخضراء، إذا الخضراء نراها سوداء. الآن الكرة الحمراء سقط عليها ضوء أحمر رح تعكس اللون الأحمر لأنه هو لونها، فبالتالي الحمراء نراها حمراء. الآن الكرة البيضاء سقط عليها ضوء أحمر، حكينا اللون الأبيض بيعكس كل الألوان، بالتالي رح تعكس اللون الأحمر يصل إلى العين اللون الأحمر، لذلك البيضاء نراها حمراء. نكتب حل الأسئلة يا سادس على الكتاب. رح أبعث لكم اليوم ورقة عمل رح تكون واجب عليكم تحلوها، تبعثوا الإجابات على تليفوني. يعطيكم العافية.